عم يقعد على الانترنت قديش بيقعد؟ ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة وللصبح، وعم يفرق عم يقلب. يا ابني وقتك كل هذا رخيص، وقتك عزتك في الآخرة، وقتك كرامتك في الآخرة، وقتك رفعة مراتبك ودرجاتك في الجنة، فإذا ضاع وقتك ضاعت كرامتك في الآخرة. فالمسلم إني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غير نفسك أنت من نفس شهوانية إلى نفس مراقبة لله. فأول وحدة أمارة، أمارة، وإذا كانت أمارة بالسوء معناتها ما ممكن تهديك إلى خير، ما ممكن نفس تهديك إلى ما فيه سعادتك، دائما تأمرك في السوء. كلام الله. طيب وإذا كان أمارة بالسوء شو بدي أعمل؟ انتقل للدرجة الثانية. الدرجة الثانية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة يلي بتعاتب نفسك، شلون هيك عملت؟ شلون هيك ضيعت الوقت؟ شلون هيك صرفت الزمن؟ بعد بتعاتب نفسك. هي النفس الأمارة أرقى من النفس اللوامة. انتقل إلى درجة ثانية، بلومك لنفسك تؤجر عليها، صار في ثواب، صار في أجرة، أما ندمت على ما فعلت. والنبي قال الندم توبة، الندم توبة. ندمت شلون عملت، شلون سويت، شلون صرفت، يا ريت ما عملت، يا ريت ما سويت. هي النفس اللوامة أقسم الله فيها يمينا، لا أقسم بيوم قيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لأنه التفتت إلى الله والتجأت إلى الله فأقسم الله فيها يمينا.